كانت مناسبه لتوزيع توزيع سيارات الاسعاف، حوالي 30 سياره ديال الاسعاف في اطار تجويد العرض الصحي وتجويد الخدمات الصحيه عبر اقاليم الجهه. اليوم تم توزيع 30 سياره اسعاف بالتساوي على الاقاليم الخمس. سياره الاسعاف من النوع الجديد اللي في الحقيقه مجموعه ديال الرؤساء اللي طلبوا لنا هذا النوع ديال السيارات نظرا ل الاقتصاد ديالهم في الغازوال وكذلك للولوج ديالهم الحاله الميكانيكيه ديالهم. هذه السيارات كما قلت غادي تساعد على توسيع هذه الخدمات الصحيه خاصه في الاقاليم الجبليه وكذلك في الدير وكذلك في المناطق الحضاريه. وسيلي ان شاء الله توزيع اخر لمجموعه ديال سيارات الاسعاف اللي غادي يكون ان شاء الله من هنا 4 أشهر ان شاء الله باش يكون التعميم ديال هذه السيارات عبر تراب اقاليم الجهه. كاين جديد مهم في القطاع الصحي، كما تعرفوا الجهه انخرطت في مجموعه ديال المشاريع ومجموعه ديال الاتفاقيات الكبيره من الاتفاقيه الكبيره مع وزاره الصحه ديال تاهيل المنشات الصحيه عبر اقاليم الجهه. وان شاء الله المستشفى الجامعي سيرى النور قريبا ان شاء الله، غادي يجي وزير الصحه اللي غادي يدشن ان شاء الله هذه المنشاه الكبيره اللي تقدر بحوالي 1.5 مليار ديال الدرهم ودائما الجهه كشريك. وكما تعرفوا المنشاه الكبيره والحلم الكبير اللي كانت راه ساكنه الجهه هو كليه الطب اللي ان شاء الله هذا الاسبوع غادي نبداو ان شاء الله في لونسي ان شاء الله لي كونسلطاسيون اركيتكتورال وكذلك لي زيتود ان شاء الله باش من هنا واحد 3 أشهر او 4 أشهر ان شاء الله نكونوا بدينا ان شاء الله لي ترافو باش ترى النور ان شاء الله هاد كليه الطب عما قريب باش يستافدوا اطفال الجهه وليدات الجهه ديالنا ان شاء الله انهم يستافدوا منها من خلالها ان شاء الله التكوين ديالهم. الساكنه ديال الجهه غادي تستافد من الخدمات ديالهم.